لما مصر عملت الخريطة وقسمت الحدود، الحدود دي نطلع الخريطة التانية اللي بتقول، اللي هو خريطة الغاز بتاع المنطقة اولا. ده موجودة سنة 2019 الخريطة دي موجودة على النت، مش انا اللي مألفها، عاملاها ماكنزي. حضرتك تخش هتلاقي الحدود طالعة، غزة لها الحدود البحرية بتاعتها، اسرائيل، وبعدين قبرص. هتلاقي، شوف خط ظهر فوق بالاحمر البرتقاني على خط الحدود بينه وبين حدودنا البحرية او مع مع قبرص 30 ميل. طبعا لو الحدود دي مش مظبوطة كان قبرص ده بتاعي، لكن عشان بتحددها بقى عندنا. جنبي حقل نور، كل الكلام ده موجود. على الناحية اليمين من الخريطة الرسم البياني اللي موجود بيقول لك حقل زهر اللي موجود، اللي هو أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط، هيدينا لحد سنة 2045. جميل. إذن إحنا هناخد من حقل زهر الريزيرف الاحتياطي حتى سنة 2045. واضح. طيب، حاجة تانية بقى، اللوحة اللي بعديها. قبل ما أوصل للوحة اللي بعديها، كان قنوات الرابعة التركية والإخوانية ابتدت تقول لك إن هذا الترسيم أهدر حق مصر في الغاز، وإن إحنا أهدينا الآخرين غازا. أهدر مين؟ ده إحنا خدنا حقوقنا التالت ومتالت. ده أنا قلت لك في البداية أربع أقمار صناعية، أمريكي وروسي ومصري وإسرائيلي وأوروبي. دول الخمسة اللي طلعوا وطلعوا، وبعدين كله مضى ودخلت الامم المتحده. يهدر مين؟ ده احنا خدنا حقنا بالملي. بص، وقبل هذه الاتفاقيه لم يكن لدينا الحق في دخول ولا الاستكشاف. ولا الاستكشاف، مش احنا كمان، انت عايز شركات عالميه اللي بتيجي. وبرضه نوضح للساده المشاهدين، لما بتيجي شركه عالميه بتحط استثماراتها، انت ما بتدفعش حاجه خالص، بتدفع جزء بسيط، وهما بيحطوا مليارات للاستثمار. لا يمكن شركة هتيجي وهي مش عارفة انها داخلة المكان ده بتاعك ولا لا. والدليل على ذلك، يعني لو سمحت لي ازيدك من الشعر بيتا، ان لما تركيا تحرشت بالحفار بتاع ايني الذي حامته القوات البحرية الايطالية، هنجيلها تمام. فانت النهاردة ده حقل الحقول بتاعتك. وانا اسمح لي على قد كده بقول، اذا كان في يوم من الايام هيتحسب للرئيس السيسي انه خلصنا من اخوان